الهاتف. الخبر اللي جاي خاص ايضا بسيادة الرئيس اللي اجتمع، وده تاني يوم الحقيقة بيجتمع او يمكن تالت يوم على التوالي للاطمئنان على بدء العام الدراسي وحماية طلابنا من لا قدر الله اي موجة تانية من كورونا. حقيقة النهاردة كان في اجتماع بالكونفرنس يعني بالانترنت لمنظمة الصحة العالمية، وداليا السنهوري اللي هي مسؤولة الملف ده في المنطقة قالت يعني انه مش بننصح قوي بعودة المدارس، لكن افتتاح المدارس معناه انه يبقى في دراسة اونلاين، لكن كل دولة حرة في المنظومة الصحية بتاعتها تستحمل لغاية فين، ترجع المدارس ولا ما ترجعش، كل دولة حرة. فالرئيس النهاردة كان بيجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية، لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، لواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. خلال هذا الاجتماع وجه السيد الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، ووجه بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار الفيروس، خصوصا ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة. ووجه الرئيس بضمان توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة كافة العاملين في القطاع ومعاونتهم لأداء مهمتهم على أكمل وجه. وأيضا وجه باستمرار جهود الدولة في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطن، بالإضافة لأنها أدت لرفع كفاءة الأطقم الطبية والبنى التحتية الطبية في مصر وتحسين المؤشرات الصحية واكتساب ثقة المجتمع في فعالية جهود الدولة، وهو الأمر اللي دعم جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال التشخيص المبكر العديد من الأمراض المزمنة وعلاجها في إطار هذه المبادرات. سيادة النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، وتحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. يعني عايز أسأل سعادتك دكتور سامي عن ما استوقفني في تصريحات الرئيس، أنه التزام وزارة الصحة بتنفيذ المبادرات الصحية زي تقليل أو القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة والعمليات، وزي فيروس سي وزي أمراض السمنة والأمراض المزمنة، لما الدولة التزمت، ده اللي كان بيقوله الرئيس النهاردة، لما الدولة التزمت المواطن بيلتزم لأنه بيثق في الأجهزة الصحية للدولة. الفترة الجاية التزام المواطن يعني أعتقد أن احنا محتاجينه قوي، خصوصا علشان قربنا من الشتاء والكلام عن وجود موجة تانية. وسيادتك طبعا ده بيصب في نفس الاتجاه اللي متبنيه السيد الرئيس، ان هو داعم للمواطن المصري، وخاصة انت عارف يعني اهتمام الرئاسي بالمنظومة الصحية وبالتعليم، وطبعا المبادرات عملت طفرة في الأداء الصحي في مصر. ده صحيح. وطبعا الموضوع كورونا السيد رئيس الجمهورية بتابعه شخصيا مع مجلس الوزراء ومع وزارة الصحة ومع كل الإمكانيات اللي بتحتاجها وزارة الصحة الدولة بتوفرها منها المستلزمات الطبية، فتأكيد السيد رئيس الجمهورية على توفير كل مستلزمات القطاع الطبي لأداء خدمته على أعلى مستوى، ده حاجة يعني ظاهرة والناس كلها حاسة بيها، وطبعا تأكيد الرئيس على دعمها وتوفير كل الإمكانيات ده طبعا بيصب لصالح المنظومة الصحية. والسيد الرئيس طبعا بيأكد على الإجراءات المتبعة مع بداية العام الدراسي، وزي ما تفضلت مسؤولة منظمة الصحة العالمية ان كل دولة وشأنها، يعني احنا طبعا على حسب ظهور الإصابات وعلى حسب الحالة الموجودة عندنا في مصر طبعا هيتم التأكيد على ان بداية الدراسة في موعدها او يتم اونلاين او تتأجل شوية، كل الكلام ده كله على حسب الوضع في شهر 10 ان شاء الله. يعني طب دكتور سامي، انتوا في لجنة الصحة بمجلس النواب رأيكم ايه في مسألة استئناف الدراسة بالتكتل الطلابي اللي بيبقى موجود في المدارس؟
طبعا لابد ان المدارس تبتدي تشتغل بنفس المنطق بتاع مجلس الوزراء في خصوص المطاعم والملاهي والجناين والشواطئ والمتاحف والسينمات والمسارح. يعني المدرسة تعمل 50% من الطاقة بتاعت كل فصل في الايام غير الايام، ولا ايه رأي حضرتك؟ ما هو ده حضرتك اللي اكد عليه وصرح بيه السيد وزير التربيه والتعليم. يعني تمام، هو طبعا من ضمن الاجراءات الاحترازيه ديت هو تعديد تقليل الاعداد في الفصول، التباعد، الالتزام بارتداء الكمامات، وكل الاجراءات الوقائيه هيتم اتباعها. يعني لكن انتم مطمنين تقليل كثافات؟ يعني مطمنين لدوت، وبالذات في مدارس الحكومه الكثافات كبيره جدا، اكبر من الساعة الاستيعابية للمدرسة. يعني لو المدرسة بتاخد 200 مدرسة بيبقى فيها 800. حضرتك انا مطمنين عشان وزارة التربية والتعليم قدمت نموذج في امتحانات الثانوية العامة. ده صحيح. فده نموذج، يعني مش حاجة جديدة على وزارة التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة. فتعتبر الحكومة يعني موضوع بداية الدراسة والالتزام بكافة المدارس على نفس النظام ما هوش هيبقى عائق. يعني صحيح. بشكرك جدا دكتور سامي المشاد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب المصري. وأتنقل